السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معي من جديد في قناتي قناه عالم بسك. اليوم ان شاء الله الوصفه غتكون خفيفه ظريفه باذن الله. دي كانابي ان شاء الله غنوجدهم بعده حشوات وغيكونوا سهلين وخفافين ودغيا كيوجدوا. غنحتاجوا هنايا نوريكم الحشوات كامل اللي غندير. هنا عندي لا دان فيمي، ممكن لكم تاخذوا اي دان فيمي بالبزار. وهذا عندي شويه الموتزاريلا، عندي هاد الجبن هذا ديال تشيز، عندي هنا السيبولات، عندي هنا المعدنوس، عندي هنا فلفله حمراء مشويه، عندي هنا واحد معلقه د لاموطارد، معلقه د المايونيز بلوتو استسمح. واللي بغى يدير لاموطارد هي كتجي زوينه. عندي هنايا دي باطوني ديال سوريمي، وعندي هنايا واحد الحك ديال التون بالزيت ديالو، وعندي هنا شويه د لاصوص طوماط ديال البيتزا. هادو كيجيو خفاف ضراف، توجدوهم فوقيت هاد الحزه اللي ما تلقى عندك ما يدار، وجي عندك شي حد على غفله ولا بغيتي دير انيفيرسير ولا شي حاجه توجد بحال هادو كيجيو خفاف. حيت لا بليبار كيديرولهم بالخبز ديال الطوست، ولكن كاين الخبز ديال الطوست اون فوا كديرلو المايونيز وهذا كيجي فتي بزاف. كاين اللي ما كيعجبوش داك الفتاوه يديرهم بهذا، يديرهم بالباغيت. الباغيت هنايا راني حطيتو غا في لاباري بانيني، ما دفعتوش الفازان، حطيتو غا في لاباري بانيني. تاخد هاد الكولور هادي بحال هكا نتوما كيما كتشوفو ذهب. دابا ان شاء الله غندوزو البريباراسيون ديالنا. دابا غناخد الاولى حيت غندير واحد تقريبا ثلاث حشوات. غناخد هاد غنقطعهم على هاد الشكل هكا. كنقسمهم على هذا الشكل هذا. كناخذ هاد لي باغيت ديال لي باطوني ديال سيريمي، حتى هما كنقسمهم على جوج على هذا الشكل هكا. كيجيو ساهلين ودغيا دغيا كيوجدوا. كنشد هكا، كنلون على هذا الشكل هكا. كنجيب واحد لي كوردون، كنجيب الطرف الثاني تا هو نفس الشيء. هذا الشكل هكا غنصاي نكمل انا بحال هذا الشكل هكا. وغنمشي نحطهم في سميتو في لا باغي د بانيني. غندوز عليهم في لا باغي د بانيني، نحطهم واحد جوج دقائق من هذا الوجه وجوج دقائق من الوجه الاخر. دابا ملي حطيتهم غناخد واحد نص معلقه د المايونيز، ونحل داك التشيز غناخد فيه واحد معلقه. المعلقه هكا ناخد شويه د المعدنوس، وغنخلط هادشي مع بعضياتو. غنزيد ليهم واحد الحكة ديال البزار باش كيعطينا داك الكو، وواحد رشيشة د الملحة. معرفش انا هاد الجبن واش مالح ولا ماشي مالح. غنخلط هاد الخليط هذا مزيان. نضيف هاد الخبز ديالنا وندهنهم مزيان على هاد الشكل هذا. وهادوك ديالنا راهم
كيتحمر في لاباري باني. شوف هنا باش يكون عندي نفس الحجم. اخواتي دابا غنمروا الشكل الثاني ان شاء الله. غناخذ شويه الباكيت مقطع شويه كبير، قطعته شويه كبير باش ندير به بيتزات صغيورين بالباكيت. غندهن فيه لاصوص طوماط. وهنا اخواتي يمكن لكم تضيفوا الطيفات ديال الدجاج، الكفته اللي متوفر عندكم. انا بغيت نخليهم عاديين، غنديرهم غير بالفرماج بالموتزاريلا وشويه ديال الزعتر، او اللي كيحمق على التون او التون على حسب كل منطقه شنو كتسميه. انا هنا غنزينهم شويه الفرماج، وهادو يمكن لكم توجدوهم وتخليهم حتى لاخر دقيقه تبغيو تقدموا. عاد شعلوا الفران يسخن شي شويه، واحد 5 دقائق في الفرن راه كيكونوا واجدين. ديو فوق منهم واحد الشيشه ديال الزعتر. انا غنكمل هادو وغندوزو للشكل الثالث ان شاء الله. هنا راه درت نفس لاصوص اللي درت في الاول، زدت عليها شويه د المايونيز والجبن، وزدت عليها الثومه بودر، درت الملح والبزار ودرت الثومه بودر وواحد الحكيكه ديال الزعتر. صدقوني هاد الخليط هذا كيجي متجانس وكيجي كيعطي واحد المذاق لذيذ بزاف ملي كنديروه مع الطون. غير جربوه راه ما غتندموش عليه. وكاين اخواتي اللي كيبغي يديرو بالبان دومي غير هو بالطيفه ديال الباغيت، كيجي كروسيون كيجي لذيذ بزاف. انا الواحد ملي كياكل وحده كيقلب على الثانيه كيقلب على الثالثه. دابا ان شاء الله غندير فوق منهم واحد شويه ديال الطون اللي كيما قلت لكم راه كيتواتى بزاف مع الجبن مع المايونيز مع الملحه والبزار والثومه. خصوصا دابا هاد لي كنابي نستعملوهم حتى في الصيف لينا، علاش لا مع وليداتنا ما كاين لا ضيف لا هذا، نديهم في العشيه بحال هكا مع كويز العصير راه كيجيو زوين بزاف. دابا انا غنزينهم شويه ديال نص زيتونه والفلفله حمراء، ولكم حريه الاختيار اكيد زينوهم باش ما بغيتو. كان هذا هو الشكل الثالث ديالنا، كيجي عاطي العين كيجي حلو، حاجه بسيطه ولكن لذيذه. هنا الشكل الرابع غناخذ شويه زيت البلديه غندهنها لذاك الطريفه ديال الباغيت. غناخذ الفلفله اللي ديجا شويتها، كلنا كنعرفوا المذاق ديال الفلفله مشويه كيجي لذيذ، وغندير عليها لي طوماط مقطعين طريفات. يمكن لكم تسهضوهم في شويه ديال الثومه والملحه والمعدنوس وغير شويه الزيت، غير طيحوهم وديروهم. وغنزوقهم شويه السيبولات. وكان هذا هو الشكل الرابع والاخير، وغنزيد نزوقو شويه بالفرماج ونتلاقاو في الشكل النهائي. اخواتي كان هذا هو التقديم النهائي للطبق ديالنا اليوم، لي كانابي بالباغيت. كنتمنى من قلبي الخالص انه ينال الاعجاب ديالكم، راهم كيجيو لذاد، الوصفه بسيطه وفي المتناول. اللي عجبو الفيديو اليوم ما ينسانيش من لايك ومن تعليق، واللي كيزور قناتي الاول مره فضلا وليس امرا انه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. شكرا لكم اخواتي، والى وصفه مقبله ان شاء الله على قناتي مطبخ عالم ام مسك.